اخبار اليوم. جمهور مصر عظيم، حتى مجرد ان حصلت حاجه بسيطه من مجموعه معينه كل حاربهم جماهير مصر. ايه جماهير مصر الناس المحترمه دي حاربت الاوقات. احنا عايزينهم اساسا موجودين، جماهير مصر تكون موجوده، وان شاء الله باذن الله الانتصارات بتجيب انتصارات ان شاء الله باذن الله يا فندم. بالتوفيق يا فندم.